وايضا لن يعود الشعب المصري على ان المسيرة اللي هو اختارها لنفسه والمسار اللي هو اختاره لنفسه والرئيس اللي هم اختاروه ليكون مخرج. انا اتفق تماما مع هذا الراي، وانا اقول شعب مصر شعب جبار، شعب قوي، شعب لا يقهر. ويمكن ما حدث من 4-5 أيام في الاكتتاب لبناء صفقة السويس من 68 مليون جنيه في أقل من أسبوع، دليل على أن هذا الشعب شعب جبار، شعب لا يقهر، الشعب الذي يقوم بثورة 30 يونيو وثورة يناير ويأخذ بهذه الملايين ويتخذ رئيسه بهذه الطريقة غير المسبوقة. لن تخيفوا هذه الناس هنا هناك، ولكن تمييما وإصرارا على أن يأخذ أموره بنفسه وأن يبني البلد وأن يعوض السنوات الماضية إن شاء الله. حضرتك فندم أفكر الخلف اللي احنا شايفينه، هو ده حادث ممكن يحدث في أي مكان، عمل جبان كما قلت، والمكان الآن مؤمن ومسيطر عليه، ومدير أمن الطائرة وكل قيادات الوزارة الناس تقوم بأعمال البحث الجنائي ورجال الحماية المدنية ورجال المفرقات موجودين في الموقع، وإن شاء الله بإذن الله يصلوا إلى المعلومات المفيدة لتقديم من قام بهذا العمل إلى العدالة ليبقى جزاؤه وفقا للقانون. أنا أضعف من أن أنا أوجه رسالة للشعب المصري، الشعب المصري هو معلم الجميع، أنا أقول لهم أننا جميعا وأنا منهم سوف نواصل طريق لبناء مصر الحديثة بإرادتنا الحرة بنظام الحكم الذي اخترناه، ولا نريد ولا نقبل أن يفرض علينا أحد وسيطر.